الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. من قلب مدينة القيروان النابض نحتفي اليوم بنجم عربي، نجم عربي ما زال وقع أعماله الفنية تنبض به القلوب وتتفاعل معه العقول. معنا المبدع العربي الكبير جمال سليمان في مدينة القيروان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إذن نورتنا في مدينة القيروان حقا، وحضورك هذا يعني ضاع عبيره في القيروان صدقا، وهذا الانتظار من جمهور القيروان، هذه الحرارة، هذا الشوق الكبير حقيقة. أنت صنعت الحدث بحضورك البهي في الدورة 24 من مهرجان ربيع الفنون الدولي بالقيروان، فأهلا وسهلا بك. شكرا يا سيدي. الحقيقة أنا بصدد الآن تحضير لمسلسل يتحدث عن حياة الملك إدريس السنوسي، والمسلسل بيتحدث يعني عن كفاح الشعب الليبي من أجل الاستقلال، والمسلسل بيغطي الأحداث من تقريبا نهاية الثلاثينات، بداية الحرب العالمية الثانية أو وهزيمة دول المحور وخروج المستعمر الإيطالي من ليبيا وحضور الإنجليز بليبيا، ويعني هي التحديات الكبيرة اللي واجهتها الحركة الوطنية الليبية من أجل الحرية ومن أجل الاستقلال، وينتهي بوفاة الملك إدريس السنوسي. السيناريو بيكتب السيناريو الكاتب السوري عدنان عودي، والآن عم يتم التداول، في عدة أسماء مرشحة لإخراج المسلسل يتم التداول حولها. حنصور جزء من المسلسل في تونس. في تونس؟ نعم، وجزء في مصر. ممتاز. باعتبار أنه يعني أنا ذاك الليبيين كانوا يعني الحياة موزعين ما بين ليبيا وتونس ومصر، الملك إدريس عاش معظم حياته في مصر الحقيقة، وإن شاء الله يعني يكون جاهز على رمضان القادم إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ جمال سليمان، جمال سليمان أكاديمي مدرس أسس للفن المسرحي معرفة وتدريسا في أروقة الجامعات. هل تخلى جمال سليمان عن هذا الدور؟ تقريبا نعم تخليت، ولكنك تعلم بالله. الحقيقة أنا خريج الدفعة الأولى من المعهد العالي للفنون المسرحية، ودرست على إيد أساتذة رائعين هن اللي أسسوا المعهد الحقيقة، وبعدين يعني بعد تجربة مهنية بعد التخرج استمرت يعني بضعة سنوات، سافرت إلى إنجلترا ودرست وعودت أستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية، ويعني كان لي مساهمة يعني في تطوير مناهج التكوين الممثل في المعهد مع زملائي الآخرين، وبقيت يعني ألعب هذا الدور تقريبا حوالي 14 عام. طبعا، لكن فيما بعد يعني تغيرت الظروف وتغيرت الأمور، لم أعد أجد مكانا لي في يعني في المعهد نفسه، أيضا حياتي المهنية كممثل يعني كانت متطلبة جدا والتدريس متطلب جدا، ففي لحظة من اللحظات عليك أن تختار أحدهما يعني، فأنا اخترت تبع يعني مسيرتي كممثل. جمال سليمان، المنشأ سوريا والخطوات الأولى سوريا ثم بريطانيا ثم مصر، ما الذي كان اختيارا وما الذي كان اضطرارا؟ الحقيقة معظمه كان اختيار. معظمه كان اختيار، يعني أنا اخترت أني أنا أكون ممثل، واخترت أن يعني أدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية. طبعا سبحان الله الظروف تلعب دور كبير جدا، يعني في السنة اللي أنا حصلت فيها على البكالوريا تم افتتاح المعهد العالي للفنون المسرحية. مثلا يعني لو الدفعة الأولى. بالضبط، يعني لو تأخر سنتين مثلا كان ممكن كنت درست شيء آخر، وأساسا أنا يعني كان في نيتي إني أدرس فلسفة. هذا حسن الصدف يعني. طبعا الظروف الأقدار أحيانا بتلعب دور كبير جدا في مساعدتك على تحقيق أمنياتك أو منعك من تحقيق هذه الأمنيات، فأنا الظروف ساعدتني لأني حقق أمنياتي، وحتى المجيء إلى مصر ما كان يعني هو هدف أنا فكرت فيه، يعني أنا كنت أزور مصر ويعني في المهرجانات السينمائية والمسرحية والتلفزيونية يعني كزيارة كضيف،
ولكن يعني في 2005 المخرج الكبير الراحل اسماعيل عبد الحافظ من غير اي معرفة شخصية بيننا يعني كلمني من القاهرة وعرض علي اني يعني يكون بطل مسلسل القادم اللي هو حدائق الشيطان. وانا يعني كنت متردد الحقيقة في البداية، ولكن قررت ألا أتكاسل وألا يعني أخذل نفسي أخذ المغامرة، لأنه هي مغامرة كبيرة جدا، لأنه من غير المألوف كان آنذاك أنه يكون في ممثل غير مصري بيلعب بطولة مسلسل مصري، وخاصة إذا كان صعيدي. ممكن تكون فرص للنساء أكبر، يعني الفنانات العربيات فرصهم للتصدر لأدوار رئيسية أو أدوار البطولة في الدراما المصرية كانت أكبر، لكن الممثلين الرجال لا، كان هذا غير مسبوق إلا ببعض الأدوار الصغيرة التي تتطلبها يعني الدراما، مثلا واحد يعمل شخصية شخص غير مصري في دراما مصرية. فكان تحدي كبير جدا، وكانت مغامرة من قبل الأستاذ إسماعيل الله يرحمه، وبوجه له تحية لأنه وضع ثقته فيني، ومغامرة أيضا من قبلي يعني، لأنه لو فشلت التجربة فأنا أعتقد أنه فكرة الاستعانة بفنانين عرب ليلعبوا أدوار بطولة في مسلسلات مصرية كان أقفل عليها الباب. لكن النجاح الباهر اللي حققه المسلسل أتاح الفرصة فيما بعد، لأنه يكون في كتير من الفنانين العرب يعملوا أدوار بطولة، مثلا تيم حسن عمل الملك فاروق، إياد نصار عمل حسن البنا في مسلسل الجماعة، وتتوالت يعني الفرص والظروف يعني وتغير الجو. من جديد هلا المصريين، هلا الأستاذ عادل إمام مرة قال لي إيه يا جمال ده أنت فتحت الباب وسبته مفتوح، مفتوح. فتحت الباب لغيرك. طبعا هذا شيء جيد. على كل حال كمان هذا يعني لا يعود الفضل فيه يعني لهذه التجربة فقط يعني، وإنما أيضا يعود فيه كمان للظروف يعني. لازم نأخذ بعين الاعتبار أنه البث الفضائي غير كتير من قواعد السوق، يعني لم يعد المشاهد العربي محصور بمحطاته المحلية والإنتاج المحلي أو المستورد. يعني في نفس اللحظة اللي يبث فيها مسلسل في مصر أو على محطة تونسية أو محطة سورية يراه من يشاء في العالم، من يشاء يعني في العالم. فبالضبط فتغيرت القواعد، تغيرت القواعد تماما يعني. الآن يعني ما عاد مقياس النجاح هو مقياس محلي، وإنما أصبح المقياس على مستوى العالم العربي. أستاذ جمال سليمان، وجودك في مصر يعني من أقول من 10 سنوات تقريبا، من 10 سنوات أنت موجود في مصر. لا أكثر، أكثر من 10 سنوات. من 2005. من 2005 الآن تقريبا 16 عام أو 16 عام في مصر إقامة. لا، ما بين مصر وسوريا الحياة. أنا بعد طبعا عملت في الدراما السورية، قدمت عدد من الأعمال وتابعت مسيرتي في الدراما المصرية، ثم جاءت ظروف سورية يعني بعد 2011، فأقمت بشكل كامل في مصر تقريبا مع بدايات 2012. أنا أتحدث عن هذه الإقامة، عن هذه الإقامة التامة من هذه الناحية. من طبعا معك سنوات. طبعا هل أستطيع أن أقول إن جمال سليمان قد أفاد المشهد الدرامي في مصر أم أنه هو من استفاد؟ هل أنا استفدت؟ أكيد. أما أني أفدت والله لا، أتمنى أن يكون أفدت. تواضع، هذا تواضع الكبار لا شك. أنا أعرف أنك ستجيبني هذه الإجابة يعني. شوف يا صديقي، كل تنافس مفيد لكل المتنافسين. البشرية تطورت بحكم التنافس بين الأفراد وبين الجماعات وبين الشعوب، خاصة إذا كان هذا التنافس نزيه. وبالعمل الفني بالذات التنافس يعني بيلعب دور كتير كبير. انت بتعرف انه نحن في العالم العربي يعني كنا عشنا عقود المسلسل يعني مسلسل مصري، الانتاجات العربية كانت شبه معدومة. يعني كان في انتاجات سورية متواضعة جدا، انتاجات يعني متواضعة من حيث الكم وليس الكيف على فكرة، وانتجت في الأردن وانتجت في لبنان، ولكنها متقطعة ومتواضعة الكم.
فكان المسلسل مصري. فأي يعني محطة عربية تفتح المحطة يعني سواء في الخليج أو في المغرب العربي أو في بلاد الشام فلا تجد أمامك يعني غالبا إلا مسلسل مصري. ثم جاءت الدراما السورية. نعم. أيضا الظروف لعبت الدور مع بداية البث الفضائي ويعني اتساع ساعات البث في المحطات، يعني مثلا من 6 أو 7 ساعات بس إلى 24 ساعة بس، أصبح في طلب كبير جدا على الإنتاجات الفنية. نعم. أنا ذاك سوريا بدأت تضخ يعني بعض الأعمال باتجاه المحطات الفضائية العربية، ونحن عم نتحدث على نهاية الثمانينات من القرن الماضي، فلاقت رواج كبير جدا في العالم العربي. العالم العربي كان يعرف فقط من الدراما السورية الأستاذ دريد لحام ونهاد قلعي بعض الأشياء القليلة جدا وعلى نخبك يا وطن. بالضبط. وبعد ذلك يعني بدأوا يعني الجمهور العربي يتعرف على مخرجين وفنانين آخرين من سوريا وبدأوا يتعلقوا بالدراما السورية. هلأ الدراما السورية على اعتبار أن سوريا أساسا ما كان فيها استديوهات كبيرة من أجل التصوير، فالمخرجين حملوا الكاميرا وخرجوا إلى الشارع، إلى الحياة العادية، إلى الشقق العادية، إلى يعني الأماكن الحقيقية التي تجري فيها الأحداث. فهذا غير صورة الدراما بالعالم العربي وغير يعني فلسفة إنتاج العمل الفني نفسه وأعطى ميزة للدراما السورية على الدراما المصرية بهذا الخصوص، جعلها أكثر واقعية، جعلها أقرب إلى الحياة، والناس أحبت هذا الشيء. فالزملاء في مصر يعني كمنتجين وكتاب ومخرجين يعني بعد سنوات قليلة تلقفوا هذا الأمر وبدأوا يغيروا بطريقة العمل الفني، لأنه كان معظم الأعمال الفنية المصرية تنتج داخل الاستديو، يعني تصور داخل الاستديو، فخرجوا من الاستديو وبدأ التصوير في أماكن حقيقية، في الشوارع، في الصحاري، في الجبال إلى آخره. فأنا يعني عم أورد ذلك كمثال على التنافس وفوائد التنافس. فلما حصل تنافس بين الدراما السورية والمصرية أنا أعتقد أنه صار في فائدة كبيرة للطرفين، لأنه كمان الدراما السورية تعلمت من الدراما المصرية الكثير. يعني أنا بعتقد أنه كثير من الكتاب السوريين تعلموا من تجارب أسامة نوركاشة ومحفوظ عبد الرحمن وغيرهم من الكتاب المصريين الكبار، ولا يزال يعني دائما أي عمل ناجح مهما كان يعني مصدره مصري أو سوري أو تونسي أو لبناني أو أيا كان، الحقيقة الآخرين ممكن يستفيدوا ويتعلموا منه. جميل أستاذ، هناك سؤال يخامر الباحث في تاريخ الفن لسيما فن المسرح في الوطن العربي. يقال إن التحديث بدأ من لبنان وسوريا، أول ما هبت نسائم الحداثة هبت على سوريا على لبنان وسوريا، ثم بعدها جاءت مصر وبعدها جاءت تونس، لكن مصر قفزت إلى الأمام كما كنت تحدث عن انتشار الفن السينمائي المصري في وقت من الأوقات كامل العالم العربي هو يقتات من الفن المصري. يعني البداية كانت من سوريا، من سوريا. تاريخ المسرح في تقديري كما يقول المؤرخون سبق في سوريا قبل أن ينتشر في مصر، وبعده انتشر إلى تونس، لكن مصر قفزت إلى الأمام. الحقيقة في لذلك سبب هو مؤسس المسرح الغنائي العربي على سبيل المثال الشيخ أحمد أبو خليل القباني. نعم. صاحب أغنية يا مال الشام. نعم. يا مالي وغيره من الأغاني. نعم. وفوق بجدارة مؤسس المسرح الغنائي العربي فعلا. وبعدين عنا جورج أبيض، يعني عنا عدد من المخرجين والمترجمين والكتاب، يعني أصحاب الفرق المسرحية اللي انطلقوا من بلاد الشام. ولكن على اعتبار أنه سطوة الدولة العثمانية على بلاد الشام كانت قوية جدا، وعلى اعتبار أنه كان في شيء من التشدد والانغلاق فرضته السلطنة العثمانية على بلاد الشام، هذا أدى إلى هجرة عدد كبير جدا تماما من الفنانين الرواد من بلاد الشام إلى مصر. يعني مثلا الشيخ أحمد أبو خليل كذلك قل في الغناء أيضا. بالضبط. الشيخ أحمد أبو خليل القباني أحمد أبو خليل ترى بعد إحراق مسرحه
غادر يعني مع يعني شريكه في التجربة اللبناني اسكندر فرح. يعني طبعا ما كان في لبنان وسوريا انذاك يعني، بس اسكندر فرح لانه هو من الاخوة المسيحيين من زحلة، والشيخ احمد هو الشيخ احمد يعني فمؤذن وقارئ قرآن ويعني رجل من اهل الذكر يعني. فاجتمعوا معا وراحوا مع الشيخ عبده الحمولي الى مصر واسسوا تجربة المسرح الغنائي في مصر. المفكر العظيم صاحب كتاب طبائع الاستبداد عبد الرحمن الكواكبي ايضا هرب من يعني استبداد الدولة العثمانية وذهب الى مصر. عبد الرحمن الكواكبي البعض يعتقد انه مصري. لا عبد الرحمن الكواكبي سوري من حلب. هو سوري من حلب ولكن برز في مصر. نعم. السبب في ذلك مثل ما قلت لك كان تشدد الدولة العثمانية وسطوتها، وتشدد رجال الدين انذاك وتشدد رجال الدين انذاك يعني على سبيل المثال لم يشفع للشيخ احمد ابو خليل القباني من انه هو من عائله يعني دمشقيه عريقه ورجل مؤمن ويرفع الاذان بالمسجد الاموي. كل ذلك لم يشفع له مع الشيخ سعيد الغبره اللي كان اعتبر انه المسرح اللي بيقدمه ابو خليل بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، وحاربوا وهاجموا ويعني قدم معروض كبير فيه للسلطنه العثمانيه، وعلى اثرها جاء الامر باغلاق مسرح ابو خليل، والامر الاغلاق تحول الى احراق وتم احراق المسرح. يعني موجات التشدد والتطرف كانت كبيره جدا انذاك في يعني في بلاد الشام، وهذا أدى إلى هجرة كثير من العقول. وحتى يعني من الناس الصناعيين والناس المبتكرين، لا ننسى أنه روزا اليوسف أساسا هي من بلاد الشام يعني السيدة اللبنانية، ولا ننسى أنه الصحافة المصرية الأهرام أسست على يد الأخوين اللي راحوا من هجروا من لبنان إلى مصر. يعني حصل نجيب الريحاني عراقي مثلا يعني لأنه السبب بأن مصر كانت بعيدة عن قبضة الدولة العثمانية. فريد الأطرش اسمها. هذا في فترة لاحقة. بس نحن نتحدث على البدايات. لأن محمد علي أسس دولة حداثية الحقيقة. وإذا بدنا نحكي عن الحداثة فهي بدأت في مصر. بهذا المعنى يعني. لا بهذا المعنى. بمعنى الآلة. بمعنى الطباعة. والكيان الدولي ككل. لأنه أسس دولة حداثية بعيدة عن سطوة السلطنة العثمانية. هي كانت تابعة للسلطنة العثمانية اسما، لكن فعلا أخذت مسارها الخاص وحصل فيها تطور. يعني لما انبنى دار أوبرا في مصر كان معظم العالم العربي غارق في الظلام على سبيل المثال. الصحافة، الفنون، الطباعة إلى آخره. يعني لا مصر كانت يعني بسبب المشروع الحداثي. طبعا حملة نابليون بونابرت لعبت دور كبير جدا في ذلك، لأنه أدخلت مفهوم الطباعة وأدخلت يعني كثير من الأشياء اللي بعصرها كانت يعني حداثية ومتطورة، غيرت كثير من المجتمع المصري. ثم يعني تجربة محمد علي وأبناء محمد علي فيما بعد، قناة السويس، يعني كان في شيء بمصر عم يحصل استثنائي في المنطقة، وبالتالي مصر استقطبت أهل الصناعة وأهل الفكر وأهل الأدب وأهل الفن يعني. وما زالت طبعا مصر لا تزال حتى الآن هي مركز الصناعة الفنية بالعالم العربي يعني بدون أدنى شك. شكرا. إذا مستمعينا الكرام، هذا هو جمال سليمان. أستطيع أن أقول إنه الذي استوعب تاريخ الفن وينظر له نظرة فاحصة، وما أحوجنا إلى أن يكون الفنان مفكرا، ما أحوجنا إلى أن يكون الفنان مؤرخا، ما أحوجنا إلى هذا الكوكتيل، هذه الباقة التي ترفع من قيمة الفنان إلى الأعلى، هذه الباقة التي تؤسس لوعي الفنان العربي. شكرا جزيلا. هذا جمال سليمان من القيروان يقول لكم شكرا جزيلا، وإليه كلمة الختام. شكرا أستاذ عبد المجيد، شكرا لإذاعة الحياة،
وشكرا لمهرجان ربيع الفنون في القيروان اللي اتاح لي فرصة زيارة هذه المدينة الجميلة التي يعني تعبق بالعراقة والتاريخ. شكرا جزيلا. شكرا. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.